قال سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية في تصريح خاص أدلى به إلى مركز الأخبار إن سوق العمل لا يزال قادرا على توليد فرص عمل وأن الوضع الاقتصادي العالمي لم يؤثر على الاستثمار وإيجاد شواغر بدليل أنه في العام الماضي تمكن سوق العمل من احتضان أكثر من خمسين ألف عامل في القطاعين العام والخاص الإحصائية اللي طرق لها مجلس الوزراء كان حول نمو معدلات نمو العمالة بشكل إجمالي في البحرين يعني السنة الأخيرة هذه الفصل الأخير ارتفعت العمالة إلى أكثر من 769 ألف عامل في القطاع العام والخاص وكذلك في القطاع الحكومي والقطاع الخاص هذا يعني بأن سوق العمل لا زال قادر على توليد فرص عمل جديدة يعني خلال سنة واحدة في أكثر من 52 ألف وظيفة جديدة في مملكة البحرين هذا يعني بأن الظروف الاقتصادية ما أثرت على قوة جذب الاستثمار وقوة توليد فرص العمل في سوق العمل